في بوت يا عذراء. شفت الموت حسيت انه معقول هيك انه خلص معقول يعني كنت عم بتطلع على السقف على كل شيء نطرته بس ليوقع علينا ما كنت بعرف شو لازم اعمل بعدين لا قلت خلص جورج لازم يجي لازم يجي على الحياة لازم يكون كتير قوية ما لازم انه I'm extremely proud of. No one thought of themselves. They just thought of Emma. But I think the true heroes, Emma and Eddie, they stayed so calm. They listened to everything that we said and they trusted in us to be able to take care of their son when the whole world was literally falling apart. عشنا أربعة أيام من بعد الانفجار ضحك بكي. أنا فكرنا حالنا جنينا بالآخر. بس نضحك نبكي وبنفس الوقت اللي حوالينا من إزيين. خايفين على اللي حوالينا ومبسوطين ما بينوصف